صحفي هو ما كنت قد نبهت إليه وحذرت منه، قلت على وليد أن يتفادى السقوط في الفخ. اليوم قناعتي بأن وليد لم يسقط في الفخ، بل هو شريك في كل ما يتم إعداده من قرارات واختيارات اللاعبين. هو شريك، ربما نقول شريك في هذه المؤامرة على كرة القدم المغربية. الشيء الذي قاله في منتهى الخطورة، وأنا شخصيا على امتدادي 45 سنة في الإعلام، سواء في الصحافة المكتوبة أو الصحافة المسموعة أو الصحافة المرئية، سواء حينما اشتغلت في مؤسسات رائدة في المغرب أو حينما اشتغلت في مؤسسات عالمية خارج المغرب، في هولندا وفي إيطاليا وفي أمريكا وفي الخليج، لم يسبق لي أن سمعت مثل هذا الكلام. حتى لا يقال بأنني تحاملت على وليد رجراجي وهو مقبل على المباراة الثانية، سأعطيكم الفقرة التي تحدث فيها عن يوسف النصيري. ومن حسن حظنا أن هذا السؤال لم يأتي من صحفي مغربي، جاء من صحفي إسباني، وأكيد أنه من صحفي محلي في مدينة إشبيلية، لأنه سأل عن بونو وسأل عن النصيري. هذه الإجابة إجابة مدوية. ما قاله وليد شيء لا يمكن أن يقبله عقل. نتابع ثم نحكم ونعود من جديد. وأنا اليوم فضلت أن أعطيكم النص باللغة الإسبانية كما تحدث به، وستكون هناك ترجمة للذين يريدون أن يفهموا فحوى كلام وليد الرجراجي باللغة العربية. نشاهد. Claro que por un delantero la confianza es muy muy importante. Le vemos por muchos jugadores. Le pasó por Benzema en equipo de Francia un momento, que pasó quizás un año sin meter un gol. Y el trabajo del Nasiri es trabajar en su club. Y cuando viene aquí en su país, coger confianza, como lo ha hecho el otro partido. Y el trabajo que tengo yo y mi staff y el pueblo marroquí es ayudarle. Que yo pienso que no es en España que le van a ayudar, es en su país. Y cuando tú eres marroquí, tienes que apoyar el hijo de tu pueblo. Y espero que los marroquíes van a entender eso. Y es un buen mensaje para ellos, que si quieren que ganamos, inshallah, títulos, debemos ser una familia. Y cuando un hijo tuyo está malo en un otro país, tienes que ayudarle. Y vamos a ayudarle. Y yo pienso que va a estar en el Mundial, a 100%. Que metes goles en el Sevilla o no, porque es uno hijo mío. هكذا إذن تحدث وليد رجراجي. وحينما بدأت الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، بادر هو لكي يتحدث بالقول. دعني أقول لكم ذلك بالدارجة. وحينما تحدث بالدارجة، حاول أن يتبنى نبرة نوعا ما مختلفة فيما يخص يوسف النصيري. سنشاهد المقطع وسنرى الاختلاف البسيط، رغم أن النهاية التي ختم بها هي نفس النهاية. نتابع. النصيري كيبقى ولدنا، فرحنا ملي كان كيماركي البيوت في السيفي، أي واحد كان فرحان. دابا كيدوز واحد الوقت اللي ماشي سهل، ولا يستاهل يلعب غيلعب، ولا ما يستاهلش ما غاديش يلعب. هاك حنا غنشجعوا وغنعاونوا، علاش بحال اللي قلت ماشي اسبانيوليين اللي غيعاونوا، المغاربة. وحنا خصنا نعاونو، ومن بعد السقساني واش غيمشي لكاس العالم؟ ان شاء الله غيمشي يماركو ولا لا، غنعاونو. علاش الولد مازال عنده تجربه على الفوتور، ماشي واحد اللي عنده 30 سنه ولا 32، غنحتاجو. وان شاء الله يمكن هو اللي غيربحنا في كاس افريقيا في 2024. خصنا نعاونو وغنتعاونو، وانا بحال اللي قلت ولد البلاد ديما غنعاونو بالحق. حتى هو خصو يخدم وخصو يعاون راسو باش ان شاء الله يكون في مستوى. هاك لي مهم، حنا ولا بغينا نكونوا عائله، بعد حنا كمغاربه خصنا نعاونوا. اذا نتوقف مع الجزئين. الجزء الاول بالاسبانية كان واضحا للغايه، ووليد هنا فجر قنبله من العيار الثقيل لم يجرؤ مدرب في العالم منذ ان انشئت كره القدم ومنذ ان ظهرت لعبه كره القدم، لم يجرؤ مدرب ان يقولها ويتفوه بها. ربما يفكر فيها تخامر
وجدانه ولكن لا يجرؤ أن يقولها. وليد اليوم قال يوسف النصيري سيكون في المونديال 100% سواء سجل مع إشبيلية أو لم يسجل لأنه ابني. ما هذا الكلام؟ ما هذا المنطق؟ على أي أساس ستختار اللاعب إذا لم تراه وإذا لم تشاهده ولم تعرف حالته مع فريقه؟ تحدث عن الفترة السيئة التي يجتازها النصيري وهذا أمر يحدث لكل اللاعبين، ولكن لا يمكن أن نقول بأنه يمر بفترة سيئة سأخذه وأحتضنه وأذهب به للمونديال. هذا ضرب من الجنون. لا يمكن في العالم أن يأتي مدرب ويقول أنا سأختار لاعب سواء سجل أم لم يسجل، ومهمته هو أن يسجل. بمعنى آخر بقي فقط أن يقول لنا السيد وليد الركراكي بأن يوسف النصيري سيكون معنا في المونديال مهما كان مستواه وكيفما كانت حالته، وهذا أمر خطير جدا. هذا يعني شيء واحد، أن الأماكن موزعة داخل المنتخب، لا حاجة إذن لكي تجتهد وتحاول أن تبرز مع أحلامك وطموحاتك فأن تصل إلى المنتخب المغربي. لم يمر إلا وقت قصير وجاء وليد الركراكي ليكشف لنا الحقيقة التي برأيي كانت دائما سائدة في المنتخب المغربي. الشلالية، اللوبيات، النادي المغلق لا يدخله إلا من رضت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. غريب جدا أننا لازلنا